طبعا النهارده انتصار مهم او صعود مهم، لكن بيواكب حدث مهم ايضا، 22 مايو 2001 رحمه الله عليه كابتن صالح سليمه فارس وهو بيستلم جائزه نادي القرن عن جداره واستحقاق. جائزه نادي القرن الحقيقيه اللي موجوده في دولاب بطولات النادي الاهلي وداخل جدران النادي الاهلي، وليست جائزة نادي القرن الوهمية الموجودة على لافتات كان النادي الأهلي العظيم يستلم جائزته عن استحقاق يا أسامة. بالتأكيد في لحظة مهمة جدا. وطبعا بنشكر جيل الثمانينات بشكل كبير جدا، أنا بدين لي بالفضل في الجائزة دي. صحيح. استحقاق ووصول للدور قبل النهائي في بطولات أفريقية 8 مرات متتالية، وصول للنهائي في أكتر من بطولة، حققنا 3 أبطال كؤوس 2 أبطال دوري، الأهم كمان إن أنت كنت ممكن 81 تحقق اللقب. تعالوا نشوف تقرير عن مشوار النادي الأهلي الأفريقي في القرن الماضي، ونشوف تسلم الكابتن صالح سليم رحمة الله عليه جائزة نادي القرن. ومن يليق به أن يكون كبيرا بين قومه سيدا بينهم، كما يليق ذلك بتاريخ الأهلي وبقدره ومكانته. نعم، الأهلي بطل القرن في إفريقيا تتويجا لمجهوده ومشاركاته عبر أعوام. ذلك الإنجاز الذي يعتبره مشجعو الأهلي درة على تاج إنجازات الأهلي. لم يكن عمر لطفي يعلم أن النادي الذي أسس في 24 من أبريل عام 1907 سوف يأتي ذلك اليوم ليقف رئيسه صالح سليم في 22 من مايو 2001 ليتسلم جائزة تتويجه بلقب نادي القرن في إفريقيا. فحلم عمر لطفي ومن معه لم يكن له حدود، جيلا بعد جيل ورئيسا تلو الآخر. ذلك المشهد الختامي العالق في الأذهان أثناء تسلم الجائزة في جوهانسبرغ كان نتاج ملحمة كتبتها أجيال وجهد وكفاح كثير ممن أحبوا وأخلصوا. البداية كانت في عام 1976 حينما بدأ المارد الأحمر رحلته في غزو إفريقيا، عام يتبعه عام والأهلي يقاتل من أجل اللقب. كاد الأهلي أن يعانق اللقب للمرة الأولى عام 1981، ولكن لم يستكمل الأهلي البطولة ولم يلعب نصف النهائي أمام شبيبة القبائل الجزائري في أعقاب اغتيال القائد الشهيد محمد أنور السادات. ولكن عام 1982 كان يحمل أول ألقاب كبير القارة على حساب أشانتي كوتوكو الغاني. ربما لن تنسى ذاكرتك هدفي الخطيب وهدف علاء ميهوب في القاهرة، وكذلك لن تستطيع أن تتجاوز تحفة الخطيب الفنية في كوماسي معقل الأشانتي كوتوكو. حقق الأهلي لقبه الأول ليعلن هيمنته لسنوات قادمة. خسر الأهلي لقب إفريقيا أبطال الدوري عام 1983 في المباراة النهائية، ولم يمنعه ذلك من مواصلة الحلم ليحقق لقب إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لثلاثة أعوام متتالية 1984، 1985 و1986، ليعود الأهلي ويواصل سيطرته وهيمنته على القارة ليحقق لقب إفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1987 على حساب الهلال السوداني. وتلعب تاني طاهر ابو زيد وبيحطها ايمن شوقي، ايمن شوقي يجيب الجول الثاني في الدقيقه قبل الاخير. ظل الاهلي يقاتل على الالقاب الافريقيه، وصل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا عام 1988 بطوله في نصف النهائي بركلات الجزاء. واستمرت مشاركات الأهلي ورحلة جمع النقاط التي تخللها إنجاز جديد عام 1993، حيث شهد تتويج الأهلي بلقب جديد لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس على حساب أفريكا سبورت الإيفواري. وحمل التتويج للأهلي خبرا عظيما حينما نشر في جريدة الجمهورية عدد 5 ديسمبر عام 1993 مقال بعنوان الأهلي أعظم نادي في إفريقيا، نقلا عن الاتحاد الإفريقي. وكتب الصحفي ماجد نوار حصل النادي الأهلي على بطولة أخرى
تفوق بطولته بكأس الأمم الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس التي فاز بها أمس الأول، حيث جاء ترتيبه الأول في الإحصائية التي أجراها الاتحاد الإفريقي مؤخرا. وذكر نوار أن الإحصائية تمت بنظام النقاط، وهو ما توافق مع ما نشرته نشرات الكاف الدورية في تلك الفترة. ولكن عام 1994 شهد العام أحداثا درامية للأهلي خلال مواجهة نادي الزمالك في مباراة السوبر، والتي بدت فيها كل مساوئ الكرة الإفريقية، وتعرض الأهلي لظلم تحكيمي على يد الحكم الجنوب إفريقي بطرس ماتبيلا، ويصدر الكاف قراراته الظالمة تجاه الأهلي، مما دفع الأهلي لمقاطعة البطولات الإفريقية احتجاجا على تلك الأحداث. غياب الأهلي كبير القارة ساعد الزمالك على تحقيق 3 ألقاب إفريقية لم يكن ليحققها لو تواجد الأهلي، لكن المشهد الختامي كان لحظة ربما استحق فيها الأهلي أن يلقى التتويج المستحق. فجوهانسبرغ، الأرض التي شهدت تعرض الأهلي لظلم فادح، هي ذات الأرض التي وقف عليها صالح سليم في يوم الثلاثاء 22 من مايو عام 2001 ليحمل بين يديه جائزة نادي القرن الإفريقي. وكل ما كان يشغل صالح في تلك اللحظة هو الغد، فقطع وعدا جديدا قائلا: أنا سعيد بالتواجد في الحدث الذي يحدث مرة واحدة كل 100 عام، ونعدكم بالتواجد بعد 100 عام أخرى للاحتفال بالإنجاز ذاته. وعد صالح لا يزال قائما يتوارثه جيل بعد جيل، وأن رئيسا للنادي الأهلي سيقف ليحتفل بلقب جديد ويعدكم بلقب آخر بعد 100 عام. الأهلي كان ولا يزال نادي القرن في إفريقيا.